أنا نسألك اليوم نهار اللي طلبت بطاقة التعريف البيومترية، هل تنقلت الكاش إدارة؟ طلبتها عبر الإنترنت. إذا في المستقبل الصناعي هو الإنسان اللي ميتريزي لا تكنولوجيا. راكم جايبين ثورة التعريف. نقول لك باسكو 2021 إن شاء الله ما الكرطاب هذاك تاع 10 كيلو 5 كيلو سي صا. يعني تكون لربما راهي باينة على الشاشة، إذن بطريقة بسيطة ولا يحتاج لإنترنت. التكوين ولا لا فورماسيون سي افون سي افون لانسكريبسيون، قبل الانخراط في المنصات. لحقت حتى وين بعض المفتشين تاع المادة قال لي نورمالمون نبوسوا لكم راسكم. هادو الناس هما لم يديروا المحتوى المليح. لو كان ما نديروش المحتوى الجزائري والمحتوى ذو مستوى ليساعدنا واللي فيه الايديولوجيا تاعنا. منصاتنا الرقمية تسير ضد التيار لكن أصحابها لم يستسلموا. خلونا بوزيتيف مع محمد أحمد خريفي نهار الحد 9:15 العشية على شروق تيفي.